اذا خلينا ناخذ هذول اللي انتم اعطيتوني اياهم هون. مثلا عندي الاضافه مثلا كمان الكوست والكوست والبرفورمانس تبع السيستم هم دائما في بينهم بالانس. يعني اي سيستم بشتري اي سيستم الكوست دائما فيرسس البرفورمانس تبع السيستم دائما لازم اوازن. بدي اوازن ما بين هذول الاثنين، ايش البرفورمانس اللي بدي احققه سواء كان مثلا اكيورسي ريزولوشن سيفتي ريلايبيليتي الكوست، وايش الثمن اللي بدي ادفعه والاداء اللي بدي احققه من هذا السيستم. الكوست مهم جدا طبعا هون، بعرفش اذا انتم طبتكم مهندسه تحكوا ايش عن الكوست. كويس انكم تحطوا مثلا سكشن في نهايه الهاي مثلا تقولوا انه هذا السيستم حطيته تمام، بتحطوا مثلا قديش هذا السيستم راح يكلف. طبعا هذا انت لما تعطي التكلفه مش عم تعطي انت التكلفه الحقيقيه لانه ما عندك الخبره الحقيقيه في المتطلبات. يعني لو عندي قطعه وبدي اصمم القطعه هاي منها الاف واسكبها في مصنع بلاستيك بدي تصير التكلفه، بدي ايش افكر؟ بدي افكر بعدد القطع اللي راح ابيعها وقديش راح يكلفني القالب هذا اللي بدي اصممه، والقالب هذا اللي اصممه ما بصنعوا لي شيء مش راح يكون فيزبل الا اذا عملت منها 10000 القطعه وبعت. اذا صار في قطعه معينه لازم يبيع منها 10000 حتى اعمل بريك ايفن، لانه في اشياء معينه فيكس كوست راح تضل. بس انتم هلا في المرحلة هاي بتعملوا شيء بسيط، انتم بتاخذوا انجينيرنج ايكونومي فممكن تاخذوا بعض الافكار اللي موجوده. اذا عندك غير الكوست في عندنا الانفايرمنتال بروتكشن، حكينا عنها بالتفصيل. بده يقول لك شو الانفايرمنت. هلا الانفايرمنت وين بده يشتغل هذا؟ بده نحط على سياره بدها تطلع بالصحراء مثلا، جيب بده يطلع بالسياره بالصحراء مثلا واكسبوز للغبره مثلا والرمل والمي، او لا مثلا بده يكون اندورز، ايش درجه الحراره اللي بده يشتغل عليها؟ اذا عندي هون انفايرمنتال كونديشنز لازم اكون افكر ايش هذا السيستم بدي احميه، كيف بدي احميه. طبعا هذا كله تكلفه اضافيه. اذا بعمل اي بي 21 مثلا، متذكرين حكينا عن الاي بي 21 او اي بي 54 او اي بي 67، هذا اختلاف كثير. بعرفش هاي 21 او اظن 21. هذول زي ستاندرد سايزز كثير الاجهزه اللي بتشتريها بتلاقيهم 21، بقول لك في عندي هذا الجهاز اي بي 21 54 او 67. 67 بصير سبمرسل، يعني بقدر اغمره في المي ويشتغل في المي اذا بدي هذا. طبعا هون التكلفه عاليه جدا خصوصا في انتقال الحراره. عندنا كمان يوزر فريندلينس. مشكلة الناس ما حدش بيقرأ المانيوال، قليل جدا بيقرأوا المانيوال. هلا صاروا يعملوا حتى يحاولوا يتغلبوا عليها، يحط مثلا كويك شارت كرتوني مثلا هيك كارد يفتحها الواحد يطلع عليها ياخذ فكرة. يوزر فريندلينس اني اشغل هذا السيستم انه يكون مثلا اللون الاحمر مثلا يكون دائما هو الارم، اللون الاخضر مثلا اوكي فرضا يعطيني ضوء ينبهني مثلا، ينبهني انه انت هل متاكد بدك تعمل كذا وكذا مثلا، او انه هذا السيستم الفلتر هذا بدا ينتلي. تقدر تحط انت مثلا سنسر يحس انه الفلتر هذا انتلى مثلا، فلذلك الضغط تبع الهواء عماله بينزل او صار بدي طاقه اكثر من المحرك حتى يقدر يضخ المي من هون. اذا هذا الفلتر بده تبديل، اذا ممكن اعطيه قبل شهرين او له بعد شهرين او معك شهرين حتى تبدل الفلتر هذا او تنظفه مثلا. مستوى تانك معين نزل لمستوى معين عمالي بعطيه فريندلينس، او مثلا ممكن كمان احمي، احاول احمي السيستم مثلا ما يشتغل او هو يعمل له اوفر رايد حتى يقدر يشتغل السيستم هذا، يكون ايزي تو يوز سهل، ما بدي اقعد احركه. او مثلا كاليبريشن، بتعرفوا في سيستم سهل جدا بدل ما اضل اعملها كاليبريشن، كل ما حركت السيستم من مكان لمكان شو بدي ارد اعمل؟ اشغل الجي بي اس واطلع على مكانه وادخل الاحداثيات، مش ممكن يكون هذا السيستم هو يعمل سيلف كاليبريشن؟ يكون هذا ماتش مور يوزر فريندلي، وراح يكون طبعا برودكت احسن من البرودكت اللي موجود هناك. عندنا كمان ايش في افكار ثانيه؟ انرجي كونسومشن. هلا صاروا كثير من الاجهزه بيكون عليهم هذا التشارت، بتشوفوا التشارت تبعت الاي والبي والسي والدي زي بتكون على الغساله والثلاجه. عمركم شفتوها؟ تمام، اللي بتعطيني ايش التصنيف تبعها من ناحيه الانرجي. مثلا بعض الفيتشرز اللي موجوده انه السيستم هذا اذا ما استعملته لفتره ممكن هو يروح ستاند باي او سليب مود، حتى يوفر طاقه عندي، او حتى هو بيشتغل مثلا الانفرتر اللي موجود في الاير كونديشنينج، بدل ما يكون عندي السيستم يا فولي اون يا فولي اوف، عندي انفرتر، في الانفرتر بخفف الطاقه اللي موجوده بهذا السيستم. ايش عندنا كمان؟ الانفايرمنت انا حكيت عنه، ضل عندي واحده بس اللي هي السبيس. السبيس اللي بده ياخذه السيستم هذا غير عن السايز. هذا لا انتبه، السايز هذا هو ايش هو بيقدر يعمل لي، بس هو نفسه له حجم بده ينحط في مكان مضبوط، فالسبيس او الوزن تبعه
فمثلا بيجي بقول لك بدي تصنع لي هذا الجهاز ووزن الجهاز نفسه ما بده يزيد، حتى اقدر احطه بجيبتي مثلا او حتى اقدر احمله بالسياره هاي. مش معقول الجهاز هذا يكون وزنه مثلا 30 كيلو وانت بتقدر تصممه يكون وزنه مثلا 10 كيلو ويعمل نفس الشيء، يخفف الوزن اللي موجود. اذا هذا بالنسبه للسبيس والويت. اخر شيء، هاي فكره حكاها الطالب الفصل زمان معتصم حميدان اللي بيعرفه، فيرساتيليتي. فيرساتيليتي معناها متعدد الاستعمالات. ممكن في بعض الاحيان اقول هذا متعدد الاستعمالات، بيقدر يعمل اكثر من شغله او اكثر من فانكشن في نفس الجهاز، احد الاشياء مثلا. لكن عادة اليوزر راح يركز معك، اليوزر عادة يعطيك هذا، لازم يكون هذا موجود. هلا هذا ممكن يعطيك اياه اليوزر، ممكن تطلع على ستاندردز العالمية، شو المتوقع من هذا الجهاز. فمثلا انا راح احطهم كلمة ستاندرد، وفي اشياء مجبور انت عليها. يعني في اشياء بالسيفتي، لما تروح انت على برودكت معين سيارة في ليفل من السيفتي متوقع ومعروف لازم تكون انت عارفه. السيستم داينامكس انتم بتعرفوها هاي، وممكن يحددها اليوزر. يعني ممكن اليوزر يقول لك بدي هذا السيستم، لما تشغل هذا السيستم تشغل لي هذا التانك مثلا او تشغل هذا الفرن، ما بدي الفرق يكون بين درجه الحراره اللي انا بطلبها ودرجه الحراره اللي هو بعطيها اكثر مثلا من نص درجه، او بدي هذا السيستم يوصل الفاينل فاليو تبعه اللي هو ايش عمالي بحكي عن ايش؟ ستيدي ستيت ايرور هذاك، بس اللي يوصل الفاليو تبعه باقل من فتره زمنيه معينه عن ايش؟ عن الرايز تايم، مش هيك؟ الاوفر شوت، انت بتفهم الاوفر شوت انه هذا ممكن يخرب السيستم اذا صار في عندي اوفر شوت معين من هون. ريزولوشن اكس احتمال كبير هذا يعطيك اياها اليوزر كمان من هون. الكوست اكيد راح يعطيك اياه اليوزر او يعطيك اياه الماركت اذا انت بدك تبيع البرودكت هذا المفرغ مثلا وتبيعه. انفايرمنتال كونديشنز، انت لازم تدرس، لازم تدرس وين بده ينحط، وين بده ينحط، ايش الظروف اللي بده ينحط فيها، ايش المواصفات تبعت الكلاينت. بتقول لك هاي الغرفه ممكن ترفع درجه حرارتها ل 70، ممكن تنزل لناقص 30. يوزر فريندلنس، هذا هون كومن سنس منطق. وفي كثير طبعا ناس بجرب البرودكت هذا، بخلي ناس يستعملوه، يعني بخلي شخص يجي يستعمله ويشوف كيف بيستعمله كيف بتصرف وهل فعلا واضح انه كيف استعماله. الانرجي كونسمبشن طبعا حكينا عنها الحسابات تبعتها، هاي احتمال يعطيك اياها كمان الكلاينت من هون. اذا هذول 10 يوزر ريكويرمنتس جيد انكم تفهموهم.